الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني يتفقان على الارتقاء بالعلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بالأزمة. والهدنة الجديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ، والأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للفارين. إذن هي السادسة صباحا في القاهرة والثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. تحياتي، أهلا بكم. اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا على الارتقاء بالعلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال مباحثات أجرها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الياباني بقصر الاتحادية. وعقب المباحثات شهد الزعيمان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصري الكبير الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر بين الدولتين. نشهد مراسم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين جمهورية مصر العربية واليابان. وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي تم تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية وسد النهضة. وفيما يتعلق بالسودان، تم التوافق بشأن ضرورة تحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية. تطرقت المباحثات أيضاً إلى الجهود الجارية لصون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول عدة موضوعات من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما ثمن رئيس الوزراء الياباني في هذا الصدد المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، متقدماً بخالص التعازي إلى مصر حكومة وشعبة في استشهاد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالخرطوم أثناء أداء واجبه. أضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.
وعقب المباحثات عقد الرئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الياباني، وأكد الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والتطورات في السودان. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان أنه أكد الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وكذا أهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهد الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وتوقعات بتراجع معدل النمو. حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية وفي المقدمة اليابان، كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي وفي ظل رئاستها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية، التي نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها، وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية. تبحثت كذلك مع ضيف الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. قال الرئيس السيسي إن زيارة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إلى مصر تعكس الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا تقدير مصر البالغ لإسهام اليابان في دعم المشروعات الوطنية في مصر ومنها المتحف المصري الكبير. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق لسيادته ضيوفا أعزاء على مصر. في مستهل الجولة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في عدد من دول القارة الإفريقية قبل استضافة مدينة هيروشيما لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل تحت الرئاسة اليابانية، وفي أول زيارة يقوم بها دولته إلى مصر منذ توليه المسؤولية في بلاده، استعكس تلك الزيارة الكريمة الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا، علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة. كما أكد الرئيس السيسي أنه استعرض مع رئيس وزراء اليابان الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية
التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة العمل وأيضا تحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، داعيا الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. لقد استعرضت مع السيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والوكالية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين، وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن تقديره لمساهمة مصر لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، مؤكدا أنه اتفق مع الرئيس السيسي على المساهمة في علاج الوضع الحالي. هذا وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين وكذا اللاجئين بالدول المجاورة. بالنسبة للأوضاع في السودان، أقدر مساهمة مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ذلك البلد. فتحدثت مع فخامة الرئيس عن الموضوع مطولا، واتفقنا على التنسيق الوثيق مع مصر التي لها علاقات وثيقة مع السودان لتهدئة الوضع بأسرع ما يمكن واستئناف عملية نقل السلطة إلى المدنيين. واضطرابات الأوضاع في السودان المطل على البحر الأحمر، أهم شرايين اللوجستية بين آسيا وأوروبا، قد تؤثر بشكل كبير على اليابان والاقتصاد العالمي. فأبلغت فخامة الرئيس بأننا ننوي المساهمة في معالجة الوضع كرئيس حالي لمجموعة السبع وعضو مجلس الأمن الدولي، وسنرسل قريبا السيد شيميزو سفير شؤون القرن الإفريقي إلى الدول المعنية بما فيه مصر، وأننا مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين والنازحين في الدول المجاورة. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان بالمتحف المصري الكبير. هذا واصطحب مدبولي رئيس وزراء اليابان في جولة بالمتحف المصري الكبير، حيث تفقد مجسم المتحف والبانوراما الزجاجية والمسلة الخارجية. ثم وقع كل من رئيسي الوزراء وزراء البلدين في سجل الزوار، وقدم رئيس الوزراء هدية تذكارية لكيشيدا بها مستنسخ أثري لمركب الشمس. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني منتدى رجال الأعمال المصري الياباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين. وخلال المنتدى أكد مدبولي في كلمة له أنه تم توقيع أحد أكبر حزم التمويل الموجهة لدعم خطة تطوير وسائل الدخل في مصر، وهو تمويل مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار ين ياباني، أي بنحو 700 مليون دولار، والذي سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. وخلال كلمته أيضا تناول رئيس مجلس الوزراء ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات والحد أيضا من البيروقراطية ومكافحة الفساد وضمان المنافسة العادلة. هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية. أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات حتى لا تتوافر هذه الاستثمارات في اليابان. أشار كيشيدا أيضا خلال اجتماع منتدى الأعمال المصري الياباني لأن أكثر من 50 شركة يابانية تعمل في مصر حاليا، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين مليار و3 ملايين مليار دولار. كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي. أوضح كيشيدا أيضا أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير في تطوير المشروعات والبنية التحتية في مصر.
بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وعرب رئيس مجلس النواب في البرقية عن عظيم الامتنان والتقدير لكل يد شريفة تدرك قيمة العمل وتقدرها وتبذل الجهد الصادق الدؤوب لنشر الخير والنماء في جميع ربوع الوطن. كما أشار رئيس مجلس النواب إلى حرص الرئيس السيسي على الدعم المستمر لعمال مصر وكذا توفير سبل الارتقاء بمنظومة العمل. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وبهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد للرئيس السيسي ببذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء. وقال مدبولي إن العمال يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. كما وجه مدبولي خالص التهنئة والتقدير لعمال مصر في مختلف القطاعات الذين يقدمون نماذج مضيئة في البذل والعطاء ويسهمون بجهودهم في بناء وطنهم ورفعة شأنه. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال. وقال وزير الداخلية أن الاحتفال بتلك المناسبة في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضيئة أيضا تواصل الأداء ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية في شتى المناحي والمجالات. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لمحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومشيرا إلى أن تلك المناسبة تذكر بكل الفخر والاعتزاز وقيمة العمل والإخلاص في الأداء كركيزة أساسية للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا المقررة في العاصمة الأردنية عمان. والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جدة في 14 أبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك. هذا وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته. قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني أن مصر شهدت حوارات وطنية كثيرة من قبل لكن بعضها كان يهيمن عليه أحد الأطراف. أوضح خلال استضافته أيضا في برنامج كلام في السياسة على شاشة أكسترا نيوز أن الحوار الوطني مميز وخاصة في ظل الحرص على تحقيق التوازن السياسي وعدم هيمنة طرف على طرف ومناقشة كل الملفات الوطنية والاقتصادية والسياسية منها والاجتماعية وكذا ضمان أن يعبر كل طرف عن كل آرائه بحرية. احنا كان عندنا حوارات كثيرة من قبل لكن بعضها كان بيهيمن عليه أحد الأطراف، بعضها كان للتعامل مع مشكلة واحدة حالة. هذا الحوار أهم عنصر فيه تنوع الأطراف السياسية الفكرية الإيديولوجية الاجتماعية في البلد، الحرص على تمثيل كافة القوى والتيارات وأن لا يكون هناك طرف مهيمن، التوازن السياسي وضمان تمثيل كل الآراء في كل الموضوعات. يظهر هذا في تشكيل المجلس نفسه 19 عضو، يظهر هذا في اختيار المقررين العموم والمقررين المساعدين، يظهر هذا في مقرري المحاور الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد الدكتور علي الدين هلال أن الحوار الوطني هو بمثابة آلية لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الهدف بالأساس هو البحث عن حلول توافقية لجميع المشكلات. طبعا هناك فاعلين سياسيين عديدين في مصر، زي ما الدكتور فايز قال، الشباب، المرأة، كذا. إنما يبقى الأحزاب لها خصوصية، إن الأحزاب هي الآلية المشاركة في الانتخابات العامة. طبعاً. ومن ثم الأحزاب هي أحد الفواعل السياسية، نعم، ولكنها فاعل سياسي له خصوصية تميزه عن بقية الآخرين. اثنين، إنه الحوار الوطني مش مكلمة ومش ندوة ومش مجال يعني للتباري في العبارات الفلسفية والنظريات الفكرية، هو آلية لمواجهة التحديات، ومخرجات هذا الحوار أساسا يعني الورق اللي مقرر كل محور بالتعاون مع زملائه بيرفعه لمجلس الأمناء مش تحليلات نظرية، لما ما هي التوجهات السياسية أو الإجراءات التنفيذية المقترحة، ما هي التشريعات الجديدة أو تعديلات على تشريعات قائمة نود أن نقترحها. يعني أنت إذا حلول، البحث عن حلول، حلول ممكنة، حلول متوافق عليها، زي ما قال المستشار محمود، إذا توافقنا على حل هو ده الحل بنقدمه. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستشهد حضوراً كثيفاً ومتنوعاً يمثل كل الاتجاهات والتيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وخلال استضافته في برنامج كلام في السياسة على شاشة أكسترا نيوز، أشار فوزي إلى أن الجلسة الافتتاحية هي تمهيدية في المقام الأول ويعقبها ورش عمل. هتشوف المجتمع المصري، هتشوف بحري وهتشوف إبلي، هتشوف عمال وفلاحين، وهتشوف أكاديميين ومثقفين وقادة فكر وقادة رأي. الجلسة الافتتاحية يعني إن شاء الله يعني من المتصور أن يعني تعقد ويصارح ويكاشف الناس إيه اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كلها. طبعا هنستمع لآراء الناس، هي جلسة تمهيدية بالمقام الأول يعني، وسيعقبها يعني ممكن يبقى في ورش عمل الحقيقة في نفس اليوم. يعني القرار النهائي إن شاء الله هيبقى عندنا بكرة. خد بال حضرتك وانت عارف ده كويس، الحوار الوطني بهذا التصور أنا بأكد مرة تانية ليس له سابقة في التاريخ المصري لسبب بسيط. الحوار الوطني لما كان بيدور حوالين حل أزمة، حل مشكلة، موقف معين، كان محدد الملامح. لكن هذا الحوار هو حوار لترتيب أولويات بلد وبلد صحيح. كبير بحجم مصر صحيح. ترتيب أولويات العمل الوطني دقة. يعني أنت محتاج تفتح النقاش، تسمع ما في صدور الناس، الناس برضو تفهم إيه الواقع بتاعها، من خلال فهم الواقع مع ما تجيش به الصدور ممكن نوصل لمساحات مشتركة اللي هي أصلاً عنوان وهدف الحوار في النهاية. كما أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني فرصة حقيقية يجب أن يستغلها الجميع، وداعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية إلى ضرورة استغلال الفرصة لإعادة تقديم نفسها. من الناحية الفنية، من حق مجلس الأمناء أن يطلب المعلومات، من حق الحكومة أن تكون حاضرة لتقدم ما ترى لازما من معلومات دون مساءلة أو مسؤولية. الحكومة طرف، وأهلا وسهلا بحضورها في أي وقت. لدينا مجموعة من الخبراء والمتخصصين الحاضرين اللي ممكن ينبهوا إلى عدم دقة الرقم أو إن في رقم آخر أو ده تعليق فني. الضمانة الأساسية لنجاح الحوار أكبر مشاركة من المصريين. من أهم الضمانات اللي موجودة أن الذي دعا للحوار هو رأس البلاد، السيد رئيس الجمهورية، ودعا للحوار زي ما تفضل أخي وصديقي الدكتور فايز دون أزمة. وبالتالي إحنا
يعني لن يدعو الرئيس لحوار وما يبقاش فيه مخرجات قابلة للتنفيذ. الكلمة الأخيرة تفضل يا فندم. الحوار فرصة حقيقية على الجميع أن يستغلها، و يعني وأكثر ناس يجب أن يستغلوا الحوار الوطني هي الأحزاب السياسية لتعيد تقديم نفسها. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. نجحت جهود الدولة في إجلاء نحو 6960 مواطنا مصريا من السودان من خلال المعابر البرية بين البلدين. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم إعادة نحو 5561 مواطنا مصريا في السودان خلال يومي السبت والأحد في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان. وتواصل المعابر المصرية أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان. هذا واستقبل معبر أرقين العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف أيضا تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. دخلت الهدنة الجديدة في السودان حيز التنفيذ، وذلك عقب إعلان الجيش السوداني موافقته على تمديد جديد للهدنة المعلنة لمدة 72 ساعة. هذا وأكد الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في العاصمة مع هدوء الأحوال في جميع ولايات البلاد، مشيرا إلى أنه رصد تحركات لميليشيا الدعم السريع خارج العاصمة لتعزيز موقفها العملياتي المرتبك، ومشددا في الوقت ذاته على جاهزية القوات لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع في العاصمة. كما اتهم الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحلات التجارية واللجوء للتخريب. قالت نقابة أطباء السودان إن البلاد تشهد انهيار شبه كامل للنظام الصحي، وأشارت النقابة إلى أن الكوادر الطبية غير قادرة على الحركة بأمان، فضلا عن توقف أعداد كبيرة من المستشفيات عن العمل بجانب النقص الكبير في الأكسجين. نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية لقطات مصورة يظهر فيها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أثناء الإشراف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة. كما أظهر الفيديو عددا من قادة الجيش السوداني الذين يشرفون على العمليات العسكرية. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
إذن ختام هذه الجولة، لم يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني يتفقان على الارتقاء بالعلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بالسودان وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بالأزمة. والهدنة الجديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ، والأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للفارين. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. وكنت معكم في هذه الجولة، أنا رغدة بكر. تحياتي، إلى اللقاء في أمان الله.